لمتابعة مشاهدينا الكرام تطورات المشهد في فلسطين المحتلة مع استمرار الاحتلال ارتكابه الجرائم والمجازر ضد المدنيين في غزة وإعلان الاحتلال قتل مروان عيسى القيادي في حماس وتداعيات ذلك أيضا على سير المفاوضات لإنهاء هذه الأزمة. نرحب مشاهدينا الكرام بدءا بضيفنا عبر خدمة زوم من الضفة الغربية الصحفي الفلسطيني خالد خليفة. مرحبا بكم أستاذ خالد. أهلا وسهلا، حياكم الله أستاذ خالد. إذن في اليوم 73 بعد 100 من هذه الحرب والعدوان الصهيوني المستمر على غزة، يواصل جيش الاحتلال ارتكاب هذه الجرائم كما ترون على مرأى ومسمع من العالم كله في طول قطاع غزة وفي عرضه، مخلفا عشرات القتلى والجرحى. كيف تفسرون هذا الإصرار من الاحتلال على استهداف المدنيين والمواصلة على ذلك، وحتى في المناطق التي ادعى ويدعي الاحتلال السيطرة عليها في شمال القطاع وفي وسطه؟ الواقع أنه الهجوم مستمر بالأساس على جبهة خان يونس وأيضا في الشمال، ولكن الشيء المثير والحاسم هو استعمال السلاح الجو الإسرائيلي في ضرب المواقع في كافة مناطق الضفة الغربية، آسف، في كافة مناطق غزة. والهدف من استعمال سلاح الجو هو يعني كسر روح وشوكة الفلسطينيين وإجبارهم على يعني الاستسلام والخضوع، يعني منذ في نفس الوقت الذي تقوم به إسرائيل بمفاوضات مع حماس في قطر من أجل إبرام صفقة الأسرى، هي تقوم في نفس الوقت باستعمال سلاح الجو واستعمال كمان سلاح المدرعات لحسم المعركة أيضا في منطقة في الجنوب وفي الشمال. في الشمال هي تقوم ايضا في اختراق مستشفى الشفاء وفي ايضا في مواقع اخرى، ويعني العمل العسكري برا وجوا متواصل بشكل دائم. والهدف يعني حسب ما يقوله بنيامين نتنياهو يقول بانه يستمر في المعركه من اجل مزيدا من الضغط سوف يؤدي الى اخضاع حماس والى اخضاع الفلسطينيين، وفي نفس الوقت يؤدي إلى توقيعهم على صفقة تبادل الأسرى. هذه هي الفكرة وهذه الاستراتيجية التي ينتهجها بنيامين نتنياهو، استمرار الضغط العسكري جوا وبرا وفي نفس الوقت على كافة المناطق، حتى أن اليوم كان هجوم قوي على منطقة رفح، على مدينة رفح، وأيضا في القرارة وأيضا في مستشفى الشفاء في العديد من المناطق، وقد خلف يعني العشرات من القتلى. وهكذا يعني حتى تقول وسائل الإعلام الأجنبية حتى الأمريكية تقول نفس ذلك، ولا يوجد أي تحرك أمريكي في نفس الإطار، ولا حتى التحرك العربي لا يوجد هناك، والهدف هو إجبارهم على التوقيع على اتفاقية صفقة الأسرى ويعني الاستسلام في نفس الوقت. هذا ما يمكن أن يستفوا به من استمرار العمليات في البر والجو. ايضا استاذ خالد، لناخذ راي ضيفنا ايضا، راي ضيفنا من عمان عبر الهاتف حاتم الهرش المحلل السياسي من عمان. مرحبا بكم استاذ حاتم. اهلا بكم، حياكم الله. وحياكم الله استاذ حاتم. اذا على الرغم من قرار مجلس الامن بايقاف اطلاق النار، لكن الاحتلال يواصل شن هذه الغارات منذ صدور هذا القرار وعلى مدى يومين يستهدف المدنيين. ما الرسالة برأيكم التي يريد الاحتلال إيصالها في إضافة لما تفضل به أستاذ خالد قبل قليل؟ يعني هناك رسالتان. الرسالة الأولى هو أنه يعبر عن حالة عجزه التي مني بها بعد 173 يوم من صمود أبناء شعبنا في قطاع غزة، وهذا الصمود الأسطوري، فهذا من ناحية. ولذلك يطال الإسرائيلي الآن في قصفه برا وبحرا وجوا كل أشكال الحياة في قطاع غزة، ويحاول أن يقول للفلسطيني بأن عليك أن تدفع ثمنا باهظا لاحتضانك هذه المقاومة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية،
طبعا الاحتلال لم يستطع حتى هذه اللحظة أن يحقق أي من أهدافه التي أعلن عنها، بالتالي هو يعبر عن حالة من العجز لا يجد إزاءها إلا بأن يذهب نحو التدمير الممنهج. الأمر الثاني أو الرسالة الثانية هو أنه يفاوض تحت النار، وهو يظن أنه بذلك، ونحن نعلم الآن أن هناك مفاوضات تجري من خلال الوسطاء، وهو يظن بذلك أنه يمكن أن يركع المقاومة الفلسطينية أو أنه يملي شروطه على المفاوض الفلسطيني. كما أن هذا التصعيد الإسرائيلي بهذا الشكل يمكن أن نقول بأنه رسالة ثالثة، يعني نحن الآن على بعد أيام من قرار مجلس الأمن. الإسرائيليون ألغوا الزيارة التي كانت مقررة لتبادل الرأي مع الإدارة الأمريكية بشأن عملية رفح، وهم الآن يواصلون عملياتهم وكأنهم يعني يضيرون ظهرهم لكل المجتمع يعني الدولي، ويقولون تحدي بصلافة أستاذ حاتم. نعم، تحدي لمجلس الأمن والمجتمع الدولي بصلافة. بالضبط. وهم يقولون أنهم يديرون ظهرهم لكل القرارات الأممية الصادرة، وهذا السلوك الإسرائيلي سلوك مفهوم، يعني مفهوم من حيث أن كما ذكرت هناك صلافة إسرائيلية وقاحة واستمراء لحالة القتل الممنهج والتدمير الممنهج في ظل هذا الصمت والتخاذل الدولي. من هنا أيضا أستاذ خليفة، الاحتلال يعني في أول رد فعل على له على قرار مجلس الأمن استهجن هذا القرار أولا بسبب امتناع المندوبة الأمريكية عن استخدام حق نقض فيتو. هل من ربط بين ألغاء نتنياهو زيارة وفد بلاده إلى واشنطن وبين هذا الموقف الأمريكي برأيكم؟ بشدة الموقف الأمريكي، وكيف تحاول الولايات المتحدة أن يعني تقوم يعني بالامتناع عن القرار في مجلس الأمن. الولايات المتحدة عارضت حوالي 4 مرات قرارات في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، بمعنى أنه إذا استمرت الولايات المتحدة في امتناع في معارضة قرارات مجلس الأمن، يمكن أن يتطور الوضع إلى وضع خطير آخر، أن يأتي مثلا روسيا والصين وتقول أنه لا حاجة لمجلس الأمن أن يكون في الولايات المتحدة، ويجب تغيير تركيبة القرارات في مجلس الأمن، يجب تغيير التركيبة، بمعنى أن يعني الفيتو الأمريكي أو الفيتو لأي دولة أخرى يجب أن لا يكون ولا يجب أن لا يتم. الولايات المتحدة يعني كما يقول استحت على نفسها وقررت الامتناع. الصلافة التي تفضلت عنها هي صلافة بنيامين نتنياهو، لقد أرسل، كان من المتوقع أن في يرسل بعثة مكونة من رئيس مجلس الأمن القومي تساي حليبي ومن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، كان من المقرر أن يبعثهم إلى الولايات المتحدة للتشاور في كيفية الهجوم على رفح، وكيف أن نتنياهو سيهاجم رفح ويحتل رفح، ولكن بدون أن يعني يعرض المدنيين، وهذا أمر عجيب، ولكن أمريكا تريد أن تسمع منه. وفي نفس الوقت كان القرار امتناع عن قرار مجلس الأمن، يعني هذا أوجد يعني مشكلة كبيرة بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة، ونتنياهو هاجم بشدة هذا القرار، حتى أن السيناتور الأمريكي توم سكوت حاكم ولاية فلوريدا اتصل بنتنياهو، ونتنياهو وبخ الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية موجودة في حالة يعني غير مستقرة بالنسبة لعلاقاتها مع إسرائيل وبالنسبة لكل ما يتعلق بموقفها من غزة. هي تريد أن تعطي الاستشارة لإسرائيل كيف تهاجم إسرائيل رفح، وهذه الاستشارة يمكن أن تؤدي إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في رفح، وهنالك إصرار لنتنياهو بأن يهاجم رفح، ولكن أمريكا التي تمده السلاح على كافة يعني في كافة أنواع الأسلحة لا تستطيع أن تمنعه، ولا تستطيع أن تقول له إذا هجمت رفح فأنا أمتنع عن تزويدك بالسلاح. هذا الوضع
الغير واقعي للسياسة الأمريكية، وهذا يكلف كثيرا إدارة بايدن. إدارة بايدن يتراجع التأييد لها في الولايات المتحدة. اليوم معهد جالوب الأمريكي 55% يعارضون هجوم إسرائيلي على رفح، ويعارضون السياسة الأمريكية بكل ما يتعلق في دعمها لإسرائيل، وفقط 36% يؤيدون إسرائيل، وهذا شيء يعني لم يكن في السابق. وإذا استمرت المعركة، وإذا استمرت يعني التهديدات لرفح، هاجم نتنياهو رفح مثلا، فهذا سوف يؤدي إلى مزيد من المعارضة الأمريكية لمزيد من المعارضة الأمريكية لسياسة بايدن، ومزيد من المعارضة الأمريكية لسياسة نتنياهو في رفح، وهذا أمر خطير. يعني هذا ما يخشاه بايدن، وما يخشاه أيضا الواقع لا يخشاه نتنياهو. يعني هذا ما نرى ما يجري الآن، يعني هذا ما نراه يحدث الآن، خلاف بين إدارة بايدن وخلاف بين نتنياهو على كيفية الهجوم. وسوف نرى كيف ستتم، هل سيتم هجوم أم سيخاف نتنياهو. ولكن في نفس الوقت تفضلت وتكلمت عن الصفقة تتعطل. حماس رفضت الشروط الإسرائيلية، رفضت إسرائيل، تقول أنها تريد أن يعني تطلق سراح 750 فلسطينيا فقط من السجون الإسرائيلية. كان من المتوقع أن تطلق إسرائيل 1200 فلسطيني من السجون الإسرائيلية، حماس رفضت. ولكن ليس فقط إطلاق سراح المساجين أو الأسرى الفلسطينيين، هناك شيء آخر، إسرائيل لا تريد أن تسمح للفلسطينيين بأن يرجعوا. كان قبل قليل ذكرت عن اللاجئين الذين نزحوا من الجنوب إلى الشمال. إسرائيل لا تريد السماح للفلسطينيين بالرجوع إلى الشمال، حتى أن صحيفة النيويورك تايمز اليوم في مقال لها وضعت كاميرات للمراقبة التكنولوجية، تحاول أن يعني تشخص الأشخاص وتمنع من تريد في الدخول في الرجوع إلى الشمال. هذا الآن هذا هو واقع الأمر. نعم نعم. من هنا أستاذ حاتم، أيضا في تطور جديد، الاحتلال أكد اغتيال القيادي في حركة حماس نائب القائد العام لكتاب عز الدين القسام مروان عيسى. يعني لو صح هذا الخبر، ما أثر ذلك برأيك على الواقع العسكري وحتى على الواقع التفاوضي في المستقبل القريب؟ دعني أبدأ من النقطة التي انتهيت منها، بمعنى أن هذا الإعلان يأتي تزامنا مع المفاوضات، وكأن دولة الاحتلال تريد أن أيضا تمارس ضغوطا على المقاومة وحاضنتها الشعبية من ناحية، وتريد أن تسوق لرأيها العام بأنها قادرة على تحقيق بعض المكتسبات، وأنها تمكنت من اغتيال الرجل الثالث في القسام. بمعنى آخر، يمكن أن نقرأ الإعلان عن اغتيال أو الادعاء الإسرائيلي باغتيال مروان عيسى ضمن هذا السياق، وضمن سياقات أخرى، منها أنه سبق للاحتلال أن أعلن عن عمليات اغتيال، لم يكن هناك تأكيد من المقاومة. دعني هنا أشير إلى نقطة مهمة، في السابق يعني في جولات سابقة كنا نتعامل مع الإعلانات الإسرائيلية الرسمية على أنها حقيقة، حتى لو نفت المقاومة أو لم تنفي، بمعنى أن الإسرائيليين لم يكونوا ليقامروا بالكذب مثلا على هذا المستوى، لأنه لاحقا سوف تتكشف الأمور. الآن حالة العجز الإسرائيلي تدفع الإسرائيليين إلى مثل هذه الإعلانات، وأنا بتقديري أنه ليست لديهم معلومة، أو على الأقل دعني أقول لك أنهم يريدون من هذا الإعلان التأكد من المقاومة. وهناك أسباب ميدانية، يعني ليست هي فقط متعلقة بجزء من الحرب النفسية والمسار التفاوضي والسياسي، وإنما في ظل حالة العجز الميداني، وهذا طبعا للأمانة يؤشر على الصمود الأسطوري والأداءات الأسطورية التي تؤديها المقاومة في قطاع غزة على بساطة ما نملك، إلا أنه الإعلان عن اغتيال مروان عيسى هو، دعني أقول، يأتي في سياق الحرب الاستخباراتية، بمعنى أن الإسرائيليين ينتظرون تأكيدا من حماس. ما الذي يمكن أن ينبني على ذلك؟ هذا ما يمكن أن يجيب عنه الخبراء العسكريون والأمنيون، يعني وكأن الإسرائيلي يحاول أن يتلقف معلومة من هنا أو من هناك. صمت المقاومة
هذا بحد ذاته أيضا يضع الإسرائيلي في مأزق، لا يؤكد أو لا ينفي. طيب هل اغتال الإسرائيليون مروان عيسى أم لا؟ سبق أقول لك سبق وأن أعلن الاحتلال وإن لم يكن بشكل رسمي عبر وسائل إعلامية عن اغتيال قادة آخرين، وحتى هذه اللحظة ليس هناك أي تأكيد من المقاومة. بالمحصلة النهائية وبالعودة إلى سؤالك الأهم، إن هل يمكن أن ينعكس ذلك على أداءات المقاومة؟ لا، المقاومة شبكة من السيطرة والقيادة، وبالرغم من أهمية كل فرد فيها وبالتحديد في على مستوى القيادات، إلا أن المقاومة التي صمدت هذا الصمود ونحن اليوم في 173، أنا أؤكد لك بأنها لن تقف عند قيادي واحد أو عند شخوص أو أسماء بعينها، وإنما هي تنظيم قادر على الدفاع أو على الأقل على مقاومة الاحتلال وقادر على الصمود، وخصوصا أن الأداء الذي تستخدمه المقاومة حتى هذه اللحظة كما يظهر هو أداء عمليات فردية إلى قتال مجموعات. يعني نحن لا نرى أن المقاومة تستخدم أسلوب قتال الجيش لأنها لا تمتلك هذه الإمكانية بطبيعة الحال، وهذا يعني أن السؤال عن قدرة صمود المقاومة التي كانت تطرح في البداية أنه من 6 أشهر إلى سنة، لا، المقاومة قادرة على الصمود أكثر لأنها تتعامل بحرب شبحية، بمعنى أن الاحتلال لا يستطيع أن يستهدف قوة متمركزة جغرافيا، وإنما هناك مقاتل يخرج من النفق يستهدف بقذيفة دبابة معينة ثم يعود إلى نفقه. هذا الأسلوب من القتال يعطي المقاومة قدرة على الاستمرارية بشكل أكبر وبشكل أطول، وبالمحصلة النهائية المقاومة لن تقف عند شخص بعينه. أيضا أستاذ خالد، ضمن سياق هذه الحرب الإعلامية النفسية ضمن السياق نفسه، ما هدف الاحتلال من إعلان هذا الاغتيال للقيادي مروان عيسى والذي أعلنته القناة 13 العبرية؟ يأتي هذا طبعا وسط الأزمات كما تعلمون التي تمر بها حكومة نتنياهو من استقالات وحتى خلافات وضغوط داخلية ضد هذه الحكومة في الداخل الصهيوني. في الواقع أنا الخبر الذي أعلن عن اغتيال القائد الحمساوي مروان عيسى أطلق قبل 3 أسابيع من قبل القناة، ليس 13 ولكن القناة الأولى في التلفزيون الإسرائيلي وفي الراديو الإسرائيلي، من قبل أحد الصحفيين الخبراء في الشأن الفلسطيني. لقد قال آنذاك أن مروان عيسى وحسب مصادر فلسطينية غير مؤكدة، هكذا ما قال، أن مروان عيسى قتل في غارة إسرائيلية في مخيم النصيرات. هذا ما قاله، ولكن عاد وقال نفس الخبر بعد أسبوع وقال أنه ما زال لم يكن تأكيدا فلسطينيا على هذا الاغتيال. ثم عاد بعد أسبوعين وقال هنالك تأكيدات حسب مصادر فلسطينية، يعني تخيل أنه يعني مقرب من المخابرات الإسرائيلية ويقول أن مصادر فلسطينية له مصادر إسرائيلية تقول له أن مروان عيسى فعلا قد قتل. وبعد ذلك قالوا شيء آخر، قالوا أن مروان عيسى هو لم يشارك في الحرب على غزة لأنه يعاني من مرض السرطان منذ 12 عاما، أي أنه مواطن مريض ولم يشارك في الحرب وفي 7 أكتوبر، هكذا ما قالت المصادر الإسرائيلية. بعد ذلك جاء جاك ساليفان وهو يعني رئيس مستشار الأمن القومي الأمريكي وقال لإعطاء إسرائيل أن يعني نعم نفذتم يعني أنجزتم بعض الإنجازات في اغتيال القيادات، وقال هنالك معلومات مؤكدة بأن مروان عيسى قد قتل، ولكن لم يتأكد يعني الفلسطينيين لم يؤكدوا مثل هذا الاغتيال، ونحن نبقى في الضباب لا نعرف ما إذا كان ذلك أو إذا كان مريضا أو في دولة عربية أخرى أو شيء كهذا لا نعرف عنه. نعم أستاذ خالد، في سؤال أخير
باختصار أستاذ حاتم لو سمحتم، الحلول الدولية الآن لا سيما الأمريكية لما يسمى اليوم التالي على انتهاء الحرب كلها تدور الآن على استبعاد المقاومة من هذا الحل، هل تعتقد أن استبعاد المقاومة ممكنا بعد كل هذه التضحيات؟ غير وارد على الإطلاق لسبب بسيط. لو كان بالإمكان استبعاد المقاومة لتم، بمعنى أنه يعني هو الآن الحرب قائمة مع من؟ هي مع المقاومة، على ماذا؟ على الجغرافيا وعلى وجودها، ويحاول العدو اجتثاثها ويقول بأن الهدف النهائي هو القضاء على حركة حماس. علينا أن نسأل، هل تمكن العدو من القضاء على حركة حماس أو على المقاومة بشكل عام؟ لا. هل هناك بوادر؟ لا. والدليل أنه الآن تحولت الأزمة إلى خلاف أمريكي إسرائيلي، بمعنى أن تثبيت أن أي حلول سياسية، هذه قاعدة عامة، أي حلول سياسية تتطلب تثبيت وقائع ميدانية. ما هو الواقع الميداني الذي تمكنت إسرائيل من تطبيقه طوال 173 يوم؟ يا سيدي، اليوم هناك معارك في بيت حنون التي كانت من أوائل المناطق التي دخلها الاحتلال في قطاع غزة. يعني وأعلن الاحتلال بعد كذا أسبوع أنه تم الانتهاء من عملية الشمال كاملة، لنجد بأنه الاحتلال ما زال في معارك كر وفرمع المقاومة الفلسطينية. إذن أي حل سياسي بما فيه لاحظ التهجير مثلا، أي حل سياسي بما فيه التهجير هذا يتطلب تثبيت وقائع ميدانية. لم يتمكن اليوم، نحن نفاوض الاحتلال، جزء من تعطل مسار المفاوضات على أنه ينبغي عليه أن ينسحب من القطاع، والاحتلال هو الذي تراجع، بما أنه قدم تنازلات بهذا الإطار وقال أنا مستعد للانسحاب من مراكز المدن. طيب كيف يمكن أن تستثنى المقاومة؟ إذن أخيرا على عجالة، كيف يمكن أن نفهم التصريحات الإسرائيلية بخصوص أنه مرحلة ما بعد المقاومة؟ هناك خلاف إسرائيلي أمريكي حول كل هذه القضايا، واليوم تحولت الأزمة بالرغم من أنه يعني التضحيات التي تقدمها أبناء شعبنا والخسارات الفادحة التي يعني نتعرض لها، إلا أن تحولت الأزمة إلى خلاف أمريكي إسرائيلي، وهذا ينوب عن حالة العجز الإسرائيلي. إذن شكرا جزيلا لك عبر الهاتف من عمان المحلل السياسي الفلسطيني حاتم الهرش، كذلك أشكر ضيفي عبر زوم من الضفة الغربية الصحفي الفلسطيني خالد خليفة.